معنا احد الاخوان الحقيقه يعتبر رجل طيب و... والحقيقه نفتخر فيه بقناتنا لانه الحقيقه ساعدنا على تصوير هذا الفيديو. مساك الله بالخير اخوي. مسا النور. هلا غلا اخوي. طيب الان مقبل علينا شهر رمضان الكريم. ها؟ نعم. وش نصيحك للي ان شاء الله انهم يبصمون هالسنه هذا يعني وش نصيحك وش توجيهم؟ شوف بقول لك حاجه واحده، لازم الواحد يؤمن بحاجه واحده، انه بدار سفر وليس دار مستقر. فالانسان يعني الانسان اللي يبي يعيش سعاده الدارين ها يتق الله، من يتق الله يجعله مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. اول حاجه رمضان ليس للاكل والشرب، رمضان للعباده، مساله انك تكون مواظب على الصلوات. رب رمضان ورب شعبان واحد، ما في اختلاف، لكن رمضان له قدسيته، الذي الشهر الذي ينزل فيه القران. فقراءه القران والصدقه وابتسام وجه اخيك المسلم، وكل مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه. فالانسان بالزمن ذا، لو الانسان بالزمن ذا شلون يتعامل؟ يتعامل بخلقه. لو انا بتعامل بخلق الناس لي بالشارع بتلاقي السفي والصاحي والمجنون والعاقل والجاهل، لكن انا اتعامل مع الناس بخلقي انا اللي ربان عليه ديني والديني. اذا تعاملت بالخلق ده لن اصادف اي مشكله بحياتي، لانه الانسان العاقل يقول كل واحد تلبس له ثوب. نعم. لكن رمضان شهر عباده وليس شهر اللي يقول لك اكل وشرب. يعني انت ما تؤيد الاسراف برمضان والناس اللي منهبل على هالاسواق؟ لا، شوف انا بقول لك حاجه واحده، شوف الاسراف كل شيء الله حر، احنا يعني امه وسطيه، يعني الانسان رمضان ده مثل يعني مميز، لكن الاسراف والاكل شرب، مو اكل وشرب، هي عباده، انك تصلي النوافل، تحافظ على النوافل، انك تقيل وقت الصلاه. الواحد لازم الواحد يقعد على بيده يروح المسجد، مو بلازم ينتظر لما تقيم الصلاه. قراءه القران، الاستغفار، التسبيح، هذا الرشيد اللي بيرحم معك. والله لا رحم معك لا اسمك ولا فصلك ولا عيالك، ولا رحم معك مالك، ولا رحم معك جاهتك، ولا رحم معك شن، ما رحم معك الا العمل الصالح. نعم. اللي هو من صدقه، من امانه، من صدق، من حسن خلق. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يقول انما بعثت لاتمام مكارم الاخلاق. نعم. فالرجل بدون خلق ما يسوى الجزمه اللي لابسه. مثل الان الحرمه. نعم. الحرمه وش اللي يميز الحرمه الصالحه؟ الحياء. صح. اذا فقدت المراه الحياء ما نعم. تسوى الجزمه اللي لابسها. صح، ممتاز كلامك. صح ولا لا؟ صحيح. فالانسان يقول لك دائما يا اخوي لو قطعت كلامك، الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على الاخلاق، والاخلاق تدخلك الجنه يا اخوي. شف. نعم. شف. يقول يكفيك هذا العنوان. نعم. انما بعثت لاتمام مكارم الاخلاق. نعم. الرسول صفة الخلق. صلى الله وسلم عليه. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وارضاه وش يقول؟ يقول لك يعني رحم الله من هداني عيوبي، من المبشرين بالجنه، هو عمر بن الخطاب من المبشرين بالجنه، يقول يعني يجي يبكي يلقى القران عليه غبار، يبكي يقول يعني هجرناك. ليش هجر؟ ما هجر والله بمتابعه مباريات ولا مسلسلات رمضان، اهجره بالجهاد ويبكي انه هجر وهو جاهد. ها ما بالك احنا اللي ناظر مباريات ومسلسلات مضيعين وقتنا بامور تافهه. نعم. يعني دائما المسلم العقل خصيم نفسه. ما شاء الله عليك، ما الحقيقة كسبنا معلومات كثيرة الحقيقة ومفيدة، وإن شاء الله تنفع المسلمين. أشكرك على هاللقاء الجميل، وأشكرك على روحك الرياضية وتقبلك تصوير هذا الفيديو. شكرا لك يا أبو، الله يعطيك العافية.